بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في هذه الحلقة إن شاء الله نهضروا على مرض السكري بصفة عامة. مرض السكري واحد المرض مزمن ومرض منتشر منتشر على الصعيد العالمي تقريبا. غير شي إحصائيات اللي كاينين دابا مؤخرا تقريبا، مثلا في المغرب على سبيل المثال، المغرب مثلا فيه أزيد من 10% في ديال الناس على سبيل إحصائيات الأخرى ديال وزارة الصحة العمومية، قالت لي بان اكثر من 10% ديال الناس تقريبا مصابين بداء السكري في رمضان. يعني واحد على 10 ديال الناس تقريبا راه مصابين بداء السكري. باش نعرفوا على داء السكري، داء السكري هو مزمن اللي تيصيب الانسان طيله الحياه ديالو، ومرض يعني عنده عوامل اللي كتساعد على الظهور ديالو، ماشي يعني الاسباب المباشره. السبب المباشر ما معروفش، كاين غير عوامل المساعده على ظهور داء السكري كعوامل جينيه، عوامل غذائيه والسمنه الى اخره. واشنو هو مرض السكري؟ هو ارتفاع التشخيص ديالو يعني هو ارتفاع نسبه السكر في الدم ابتداء من غرام فاصله 26 تنحسبوا الانسان فيه مرض السكري. ملي كنشخصوا المرض يعني بالتحاليل والاعراض ديالو ككثره الشرب وكثره التبول الى اخره، كان كيدار التشخيص، والانسان يعني بعد التشخيص تنطرقوا للطرق ديال العلاج ديالو بصفه عامه. العلاجات هما كاين علاجات وقائيه كالوقايه من داء السكري، وكاين علاجات بالادويه وبالحقان الى اخره. قبل ما نفصلوا في الخلالات، كاين جميل الانواع ديال السكري اللي منتشره بزاف. لا هو النوع جوج، لان كاين نوع واحد اللي تيصيب الدراري الصغار هو المستوجب الانسولين، هذاك تقريبا واحد 10% اللي تيشكل تيكون عند الناس اللي صغار في السن. وكاين النوع اللي كثير بزاف هو اللي منتشر عند الناس البالغين من 30 سنه وفما فوق، اللي تيشكل تقريبا واحد 90% ديال الحالات. وهذا النوع تيكون بزاف عند الناس اللي عندهم شويه السمنه، ولا عندهم يعني حالات بحال عائليه، يعني تيكون تقريبا ماشي وراثي وانما تيكون في العائله، بحال الناس اللي عنده الوالد ديالو مثلا مصاب بداء السكري تيكون عنده الاحتمال كثير حتى هو باش يتصاب بداء السكري. والاعراض ديالو كيكون كما قلنا، كيكون كثره التبول، كثره الشرب، ونقص في الوزن، لان المناعه نتاع الانسان كتنقص. ومن بعد السكر بتيمتاز بان واحد المرض اللي تيشكل خطوره، لان عنده الخطوره ديال داء السكري والمضاعفات ديالو، لان بصفه عامه اش كيتصاب عند الانسان اللي كتكون عنده ديك الماده الانسولين ناقصه. الانسولين تتكون واحد الماده، واحد اللي تتفرز واحد العضو اللي تيقول له البنكرياس، هو اللي تيفرز لنا ديال الماده ديال الانسولين، هي اللي تضغط السكر في الدم. ملي كتكون ديك الماده ناقصه، المريض تيكون عنده ارتفاع السكري. ملي تيكون ذاك ارتفاع السكر في الدات ديالو، تيكون تيعرضوا للمضاعفات، والمضاعفات الكثيره بزاف اللي كيديروا هو تيدير تصلب الشرايين، لانه هو نقدر نعتبره مرض السكري ومرض ديال الاوعيه، ماشي كاع مرض ميتابوليكي، مرض ديال تيقيس، لان الاوعيه ديال الدم تيكون فيهم بحال الانسداد وحتى تيتسدوا. اذا اي عضو في الذات الانسان يقدر يتقاس. هذو هما المضاعفات ديال السكري، وهذا الخطوره ديالو، ومضاعفات تكون مزمنه. وخص دائما المريض ملي تيتبع السكر ديما تيقلب ياك ما دار مضاعفات ديال السكري، باش الا كان التشخيص مبكر ديالو باش يقدر يعالجهم. ما الا ما كانش دوك الفحوصات اللي كنديروا باش نقلبوا على المضاعفات، وجاب الله انسان ما عمر قلب عليهم، يقدر يتدار التشخيص في واحد المرحله متقدمه كالفشل الكلوي. اذا تيوصل ديك الفشل الكلوي، ولا تيوصل ديك المرحله ديال الجلطه الصدريه ولا الجلطه الدماغيه، تيكون العلاج ثقيل، وهذا هو اللي تيشكل الخطوره، هذا اللي ما تنبغيش نوصلوا ليه مع مرض السكري. اما بالنسبه درنا التشخيص، واللي دابا تنوصلوا للعلاجات. خص الانسان يعرف بان مرض السكري هو مرض مزمن، تيستوجب واحد المراقبه مداومه ومنظمه، والعلاجات تيكونوا اول حاجه هو الحميه. شنو هو الحميه؟ ماشي تنهضروا على الريجيم حيد هذه وهذه، ولكن الحميه التغذيه السليمه الخاليه من السكري السريع الهضم، هذا بصفه عامه، بحال السكري السريع الهضم، وبحال السكر اللي كنتناولوا اللي تنديروا المشروبات، بحال
بحال الكونفيتور، بحال الحلويات، بحال هادو اللي هادو تنمنعهم لانهم سريع الهضم، وكاين بعض الوجبات اللي فيهم السكر البطيء الهضم كالمعجنات والفواكه الى اخره، هادو تنصحوا باش تكون فيهم واحد الكميه اللي غيستعمل الانسان تكون كميه في واحد الكميه معقوله، ما تكونش يعني بزياده بزاف. اما وكاين المسائل اللي مسموحين ياكلهم الانسان بحال الخضار المسموحين لانهم خاليين من السكريات، وباتيش هادو بصفه عامه القواعد العامه ديال الحميه. والعلاجات تيكونوا اما بالاقراص، هذا النوع جوج، الاقراص فيهم انواع كثيره جدا، فقبل ساعه ما الفايد تقريبا كانوا عندنا غير واحد جوج الانواع، الميتفورمين والسولفاميد اللي تنقولوا. دابا حاليا كاينه ادويه جديده، ومؤخرا كي ادويه جديده اللي كتناول فداء السكري، اللي عندهم مزايا انهم تيعاونوا على باش يتقاد لنا السكر، وفي نفس الوقت تيعطيونا واحد الامتياز اللي تيديروا وقايه ضد امراض القلب والشرايين، وتيحافظوا علينا باش ما يتقاسوش الكليتين، لان عند مول السكر ديما اللي نردوا ليه البال هو خصنا نحافظوا ليه على القلب ديالو باش ما يتقاس، ونحافظوا ليه على الكليتين ديالو باش ما يتقاسوش. لذا هاد الدويه الجديده هي تجيبوا لنا هاد الامتياز. الا ما تيتقادش لينا بالادويه الفمويه كما تنقولوا اللي تيتخذوا عن طريق الفم، يقدر ندوزوا لماده الانسولين. يعني العلاجات تيتطوروا، تنبداو بعلاج واحد النوع مثلا في المرحله الاولى، من بعد تنوصلوا جوج الادويه ثلاثه، الا ما تعالجش تندوزوا لماده الانسولين. هذو بصفه عامه القواعد ديال العلاجات ديال السكر، ونكتفي بهذا القدر، وشكرا والى الحلقه المقبله ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.